السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: طوفان الأقصى وواجب الشعوب. مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذه الحلقة الشيخ فائز الشاووش، المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية، ويمكن حضراتكم أن تشاركوا معنا عبر أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، تعيش الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أيام ولا تزال حالة من الغليان، إذ انطلقت من قطاع غزة عملية عسكرية أطلق عليها الفلسطينيون اسم طوفان الأقصى، ووصفت بالأعنف منذ حرب 73 مع الكيان الصهيوني. تكبد فيها الاحتلال لغاية وقت بث هذا البرنامج أكثر من 1300 قتيل، كما أثبتت هذه العملية العسكرية مدى ضعف العدو الصهيوني وهشاشته ومدى قوته التي ظل يستعرض بها على العالم. لقد أثبتت المقاومة الفلسطينية أن الحقوق لا تموت، وجرائم الغزاة والمحتلين لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن. وهنا كانت الرسائل التي أطلقتها عملية طوفان الأقصى لشعوب العالم أجمع والعربي والمسلمين بشكل خاص، إذ حملت هذه العملية العسكرية بين طياتها رسائل كثيرة تحمل معاني الحرية والمقاومة والجهاد والدفاع عن المقدسات والأرض والعرض. ولكن يا ترى، هل وصلت هذه الرسائل إلى الشعوب؟ هل فهمتها؟ هل وعتها؟ سنتحدث أيضا مشاهدينا الكرام في حلقتنا لهذا الأسبوع عن الدور الإيراني وميليشيات إيران وحقيقة شعاراتهم التي يرفعونها كقادمون يا أقصى، وكم جنت إيران وهذه الميليشيات من وراء هذه الشعارات. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى تقرير يتحدث عن رد الاحتلال الصهيوني والقصف العنيف على قطاع غزة والجرائم التي ارتكبها ضد المدنيين في فلسطين وفي قطاع غزة بشكل خاص جراء القصف العنيف كنوع من أنواع الرد أو الانتقام على عملية طوفان الأقصى وما جرى فيها. دعونا نتابع ثم نعود. استشهد يا جماعة. استشهد يا جماعة. بعدد شهقات خوف النساء والأطفال في قطاع غزة تحصى غارات جيش الاحتلال المستمرة منذ عدة أيام دون أن تهدأ أو تجد من العالم من يقول لها توقفي. أحياء كاملة أبيدت كأنها ما بنيت من الأساس، وقطع تام لجميع إمدادات الحياة من ماء وكهرباء ووقود. ليس المغزى قتال حركة، المغزى محو غزة عن الخارطة، وهذا الأمر لا يعد مبالغة أو تهويلا، وإنما هو واقع يرسم على أرض الواقع في حال استمر القصف بهذه الوتيرة. صحفيون من وسط الركام أكدوا أن الظروف أصعب مما يمكن تصوره في القطاع، وبالفعل لا يوجد أي مكان آمن حيث لا يتركز القصف على نقطة معينة، وإنما يستهدف مناطق شتى، فما كان من المدنيين إلا النزوح إلى العراء أو الموت حرقا بطائرات يراها ويسمع صوت هديرها العالم أجمع. ولا يخلو الهدف الصهيوني من حربه على غزة من أحد أمرين: إبادة جماعية ممنهجة يبدو أنه خطط لها مسبقا وأخذ ضوءا أخضر فيها، أو أنه يريد إجبار المدنيين على الخروج من القطاع بالكلية، ولا وجهة لهم إلا صحراء سيناء المصرية، وهذا ما حذر منه برلمانيون مصريون تخوفوا من خطة لتحويل غزة إلى منطقة عسكرية متقدمة للاحتلال، بينما يدفع من أجبر على النزوح من المدنيين إلى اللجوء لمصر. وإن حصل ذلك فهو أكبر عملية لتصفية القضية الفلسطينية، بحيث سيأتي الدور على الضفة الغربية بذرائع يختلقها الاحتلال. المنطقة هذه الأيام أمام أكبر تحدٍ سيحدد شكلها ومستقبلها لعدة أجيال،
ومعركة طوفان الأقصى وضعت يدها على ضمير الأمة لتوقظ الحي المتبقي منه. مشاهدينا الكرام، سنستعرض بعد قليل استطلاع رأي أجريناه في داخل العراق من الشارع العراقي، جئناكم بآراء مواطنين عراقيين حديثهم عن القضية الفلسطينية، الرسائل التي أرسلوها إلى الفلسطينيين في الداخل، في داخل قطاع غزة، في داخل فلسطين المحتلة، مع هذه المواجهات العنيفة مع جيش الاحتلال الصهيوني. لكن الآن نرحب بالشيخ فائز الشاووش المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية. حياك الله شيخ. حياك الله ومرحب. بداية شيخ فائز، ما تعليقك على ما يحدث في فلسطين المحتلة الآن؟ في البداية تحية لكم وإلى كادر قناة الراتبين الكرام. حياك. تحية إجلال وإكبار إلى مجاهدي غزة الأبطال، الرحمة والخلود للشهداء والشفاء العاجل للمصابين إن شاء الله. نعم. الرسائل التي أرسلها مجاهدي غزة إلى الشعوب العربية والإسلامية هي أولا رسالة اطمئنان بأن هذه المعركة لا تنتهي إلا بتحرير كافة الأراضي المغتصبة الفلسطينية. نعم. من الكيان الصهيوني وغير قابلة للتفاوض على الإطلاق. وعلى الشعوب أن تؤمن بأن الإيمان بقضاياها هي النصر الأكبر، وعلى الشعوب أن تدعم مقاومي ومجاهدي غزة بكل الوسائل المتاحة، وعلى الشعوب أن لا تضعن لحكامها الخانعين تجاه قضية العرب، تجاه قضية العرب والمسلمين. وهي يعني شيخ، كيف يمكن تحقيق هذا الدعم، أو كيف يمكن أن يتحقق هذا الدعم ومثل ما تفضلت هناك حكومات تقف عائقا أمام إيصال الدعم والمساعدة من الشعوب إلى المحاصرين في فلسطين، إلى من يقاتلون الآن؟ يعني بكل تأكيد هو عندما تتوحد الشعوب العربية والشعوب الإسلامية وتؤمن بأن قضية فلسطين هي القضية الكبرى للعرب والمسلمين، بكل تأكيد هناك خشية من أنظمتها وحكامها المتخاذلين. نعم. وعلى الشعوب بنفس الوقت أن تضغط على الحكام، على حكامها الخانعين أو المتجاهلين لهذه القضية، وبالتالي سينتصر الشعب الفلسطيني والمجاهدين والمقاومين في غزة عندما يساندوهم الشعوب إعلاميا وماديا، ومن خلال مساعدات تقديم المعونات الطبية، ومن خلال الإعلام العربي والإعلام الإسلامي. شيخ، يعني مهما حدث في 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 فلسطين الآن ومهما يحدث، هي لا تزال الكفة غير متوازنة من ناحية القوة العسكرية، ومع هذا ما يقوم به الآن المقاتلون المقاومون الفلسطينيون تجاه هذه القوة العسكرية التي تصنف نفسها وتصنف دوليا واحدة من أكبر القوى العسكرية في المنطقة والعالم، تثبت بأنه مهما كانت القوة لديك تستطيع أن تهزم من هو أقوى منك إن نظمت نفسك، إن آمنت بهذه القضية التي تحملها. هذه الرسالة هل وصلت أو تصل إلى العراقيين في الداخل تجاه هذه الحكومة الظالمة التي تحكمهم، تجاه هذه الميليشيات التي تعيث في الأرض فسادا وهي صاحبة القوة العسكرية الأكبر؟ بكل تأكيد على الشعوب وخاصة الشعب العراقي والسوري واليمني واللبناني التي تعاني من الاضطهاد ومن التدخلات الإيرانية الفارسية ومن الاحتلالين الفارسي والأمريكي الصهيوني، عليها أن تفتخر بهذه المعركة التي سطروا فيها هؤلاء الأبطال أروع الملاحم. ومنذ المعارك السابقة في عام 48 و 67 و 73 هناك حصلت معارك قوية اشتركت بها العديد من الجيوش العربية، لكن بالتالي أصبحت تطالب بالتفاوض. الآن ما يحصل في فلسطين من الغزاويين للأبطال هم يرفضون أي تفاوض ويقولون لا رجعة إلا بتحرير كافة الأراضي الفلسطينية. وهذا يعتبر فخر للشعوب العربية والشعوب الإسلامية، وعلى الشعوب العربية والإسلامية أن تتخذ القرارات الجريئة
لمساندة هؤلاء الغزاويين، هؤلاء المجاهدين ومعالجة مشاكلهم الداخلية كذلك، التغلب على الخوف طبعاً. على الخوف من الذين طبعاً. يحكمونهم طبعا، وعليهم أن يتوحدوا نعم. وأن يحتضنوا هذه الشعوب، أن تحتضن جميع مقاوميها وجميع مجاهديها والحركات التحررية لكي تكون تضمن في المستقبل الحقيقية وليست المصطنعة يا شيخ، حتى نكون، لأنه هسه حاليا قد تفسر هذه الكلمات عند من في الداخل العراق ينظرون ويقول لك نعم نحن نلتف حول الحشد الشعبي، نلتف حول منظمة بدر، هذه الجهات تصدر نفسها على أنها الجهات المقاومة، يعني حتى نكون واضحين ونفصل الكلام بشكل أدق حتى تصل الرسالة واضحة، من هي الحركات التحررية برأيك التي يجب أن تدعم اليوم في العراق؟ يعني الحركات التحررية بكل تأكيد هي الحركات التي شخصت معاناة الشعب العراقي وشخصت هذه العملية السياسية ومخلفات الاحتلال ما بعد 2003 والآن بعد 20 عاما أصبح تشخيصها صحيح، وبالتالي أصبحت الحركات التحررية هي التي قاومت الاحتلال الأمريكي والاحتلال الفارسي والأطماع الفارسية في العراق وفي جميع دول المنطقة، مما أصبح العراق فعلا السد المنيع قبل 2003 لهيمنة إيران ولأطماع إيران في كل دول المنطقة العربية. وبالتالي للأسف الآن ما يحصل في العراق هو تشتيت لحمة العراقيين، يجب على العراقيين أن يتوحدوا ويجب على العراقيين أن يحتضنوا أبنائهم من الحركات التحررية ورجال المقاومة الأبطال الأساوش الذين سطروا أروع المعارك ضد المحتلين وأجبروهم على الخروج من العراق. طيب أرجع لحضرتك بعد لحظات شيخ فائز، أسمع رأي حيدر من البصرة، تفضل يا حيدر حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا للأستاذ محمد القاري ومرحبك، تحياتنا للسيد المخرج والكادر. حياك الله. قناة الرافدين أهلا وسهلا. إن شاء الله النصر إن شاء الله من إخواننا الفلسطينيين إن شاء الله. نعم. إن شاء الله النصر لهم جاء محمد وآل محمد. والخزي والعار للعرب، الخونة العملاء كل العرب بذل استثناء. لا لا هنا التعميم غلط، هنا التعميم غلط اصلا، لا يجوز لا يجوز التعميم. لا 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 هم العرب كلهم خونة استاذ العزيز. ما نرجع نقول حيدر 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 تقصد انت شعوب لو حكام؟ لا الحكام، وحتى يعني حتى خوانة. حتى شعوب ولا حكام، هي بالنهايه نظريه التعميم خطا، لكن عموما تفضل كمل بعيدا عن التعميم، يعني خلينا نقول المعظم البعض اذا من وجهه نظرك طبعا. اي نعم نعم ان شاء الله نصر الاخوان الفلسطينيين ان شاء الله نصر اخوان. طيب انا عندي سؤال لك يا حيدر، احنا عندنا بالعراق نعم. اليوم اكو جهات حملت شعار تحرير الاقصى، تحرير القدس المحتله، وقادمون يا اقصى، ومن هاي الشعارات تمام، ويحتفلون نعم. ويساندون في كل مناسبه فلسطينيه، لكن اليوم وهي جهات مسلحه طبعا، احنا نتكلم عن جهات تحمل السلاح، وين هم اليوم من المعارك التي تدور داخل غزة وداخل فلسطين المحتلة؟ ليش هاي الجهات الجماعات اللي هي كلها تنضم تحت ما يسمى بالحشد الشعبي، ليش ما راحت بمقاتليها بعدتها وعتادها، راحت لحماية المقدسات، راحت لحماية الأرض والعرض الموجودة في فلسطين، مو هم قالوا احنا هدفنا تحرير الأقصى وقادمون أقصى، وين هم ليش ما شاركوا؟ والله احنا نقول هنا عشان تشاركون انتوا عشان تشاركون، بس بعدين شو الخبر شنو مالهم؟ والله اذا ما راحوا اذا ما راحوا هناك ما راح تكذبون كذابين. اي ما راحوا ما راحوا. هسه قيس الخزعلي قبل لحظات من البرنامج قيس الخزعلي شو يقول؟ يقول اذا طلب منا الحضور تمام والمشاركه بالقتال في فلسطين فنحن حاضرون جاهزون تمام، اذا طلب منا. في بداية المعارك مال طوفان الأقصى طلع المتحدث والقائد قائد كتاب عز الدين القسام محمد الضيف برسالة صوتية دعا فصائل المقاومة بسوريا وإيران ولبنان واليمن والعراق، قالهم تعالوا اندمجوا ويانا بالقتال، ليش ما راحوا؟ إذا ما راحوا يعني ما راحوا معناته كذبين. نعم بالسلام. نعم شكرا جزيلا سيد حيدر أشكرك. السيد أبو حارث من الموصل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. بارك الله بكم وبجهودكم الجبارة. حياك الله، أهلا وسهلا. أول شيء عندي رسائل جدا مهمة أريد يسمعها كل مسلم. تفضل. كل مسلم أريد بالثلث الأخير من الليل يدعو لنصرة أهل غزة والذي قاتلون في غزة. نعم. ويدعو يا اللهم هيئ لهذه الأمة من يجدد أمر دينه، كل مسلم في الثلث الأخير من الليل، هذه رقم واحد. رقم اثنين وهو الأهم وهو الأهم وهو الأهم. نعم. الله يجعل النصر بيدينا إن شاء الله إذا فكرنا مليان. اليوم إحنا عندنا حية نريد نقتلها. نعم. إذا رأس الحية عندنا والذيل مالها بإسرائيل، إحنا غير نسيطر على رأس الحية حتى الذيل مالها بعدين. صحيح. إحنا أشريد أستاذي العزيز، اليوم احنا عندنا قواعد امريكية بالعراق. نعم. واليوم امريكا دخلت علينا على حرب، بها طائرات امريكية نزلت عتاد. نعم. اليوم طيران مكثف، اليوم بشكل علني بدون مستحاء امريكا دخلت الحرب. واحنا قاعد نتفرج وبس نتسنط وننقهر ونحزن وكل شيء ما نقدر نسوي. نعم. فايش اريد اسوي؟ ما اريد اطلع مظاهرات، عندي انا بنوصل بباب الطوب وبالمنصة ونروح للمغرب نرجع البيت، لا. خليها احنا اذا نشيل بنادق ونروح على قاعده عين الاسد راح يضربونا يقولون ارهابيين احنا للسنه. طيب. فنريد نتوجه كل اهل السنه للرمادي وكل من يقدر يصل. اي. نطوق قاعده عين الاسد سلميا حتى العالم يعرف، ونكتب على 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 الشعارات من يقتل ابناءنا لا مكان له في ارضنا. طيب، مع احترام هذه النقطه عندي سؤال. نعم. طبعا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عمرهم ما احترموا المظاهر السلمية، تمام، طالما هي تقف ضدهم وضد مصلحتهم. أنا سؤالي الأهم، طالما احنا عندنا ما شاء الله عشرات فصائل المقاومة يسمون نفسهم بالعراق، ذول ليش ما يروحون بسلاحهم هذا المدجج وعتادهم وعددهم، تمام، ليش ما يروحون هم يضربون القواعد ويدعون نفسهم المقاومة الشريفة؟ يلا ليش؟ يلا هاي مو فرصة ذهبية؟ قالوا إذا شاركت أمريكا ندخل بالحرب. وينها؟ يلا أمريكا شاركت، وينكم؟ وين أمريكا تشاركت؟ وش يقول نراقب عن كذب؟ والله عاد نشوف بعدين زي مو فجعة العالم وماتت العالم، شو وقت تروح تشاركون؟ نعم صحيح. شو وقت راح تشاركون؟ إذا الماس ماتت والدم جرى بالقاع، والله نراقب، والله دندحك شو يصير؟ والله ما نعرف. هو كل ملايين الدولارات يحطون بجيوبهم في سبيل أنه لا يشاركون. صحيح. شكرا. والفصائل اللي في جنوب لبنان ايش حدا شارك؟ عتراقب الطائرات الامريكيه قال نراقبه عن كثب، الطائرات البريطانيه قال نراقب الفصائل مال حزب الله نراقبه عن كثب. فاريد اليوم جهود شيوخ العشائر، هيئه علماء المسلمين يدعون كل الناس العشائر، تطبيق قاعد عين الاسد، ورساله نوصل للعالم انه احنا ما راضين واحنا نبقى احرار لما موت مهما مرت بينا الظروف. هذه الرساله اللي توصلها هيئه علماء المسلمين. وصلت الرسالة. أنا أشكرك سيد أبو حارث من الموصل، شكرا جزيلا لحضرتك. نعود إلى الشيخ فائز الشاويش مرة ثانية. شيخ فائز، الشعوب يعني غاضبة، الشعوب الآن يعني متفاعلة جدا مع ما يحدث في فلسطين، تسعى إلى القيام بأي شيء أو تحاول القيام بأي دور من شأنها أن يساعد الفلسطينيين في الداخل، لكن دائما ما تصطدم بعقبات كثيرة. في مقدمة هذه العقبات هي الحكومات. طيب يعني هل يملك الآن المواطن العربي أي شيء بخلاف الرسائل الكلامية، الكلمات التي توجه إلى فلسطين، الدعاء وما إلى ذلك، هل يملك شيئا آخر ملموس يستطيع القيام به؟ يعني كان من المفروض جميع الشعوب العربية والإسلامية لكي تشكل ضغط على الأنظمة والسماح لها بمساعدة المجاهدين المقاومين في غزة أن تخرج مظاهرات عارمة في جميع الدول العربية والإسلامية بما فيها إيران التي صدعت رؤوس الناس طيلة السنوات الماضية بالحرب ضد إسرائيل وكلا إسرائيل وكلا أمريكا. وبالتالي أثبت التاريخ بأن الإيران والفرس لم يقاتلوا إلا العرب والمسلمين. وعندما تحصل المعارك العرب والمسلمين مع الصهاينة فبكل التأكيد الفرس يقاتلون مع الصهاينة ضد العرب والفرس وبعدة أساليب للتوية. يعني راح أكد لحضرتك ربما اللي تفضلت به، دونالد ترامب صرح قبل يمكن اليوم أو البارحة، صرح قال نتنياهو كان معارض لقتل قاسم سليماني.
يرفض قتل قاسم سليماني. ايش عجب؟ مو كان هو على اساس انه هذا سليماني الارهابي الدولي بالنسبه لاسرائيل على اساس من التصريحات؟ اتضح انه نتنياهو كان يعارض قتل قاسم سليماني. يعني هل هذا التصريح من ترامب يؤكد طبيعه التخادم الموجود ما بين الكيان الصهيوني وما بين ايران؟ وبالتالي اليوم احنا ما شفنا اي واحد من عناصر وجماعه ايران تجرأ على المشاركه في الحرب ضد الكيان الصهيوني. يعني هم لكي يثبتوا حسن نيتهم اذا كانوا غير كاذبين ويكذبوننا نحن يتجهون الان الى فلسطين بفصائلهم هذه المدججه بالسلاح، والا ليس يعني والا عليهم فقط ان يقاتلوا العرب وفقط ان يستبيحوا دماء العرب ودماء المسلمين في سوريا والعراق ولبنان واليمن. هذه الساحه جاهزه وعلى الفصائل ان صدقت بلاد فارس اي الحكومه الايرانيه ان ترسل اجهزتها وادواتها الى الحرب لكي تشعر الشعوب العربيه والاسلاميه بانه بلاد فارس تدافع عن المسلمين وعن العرب وعن كل قضايا العرب والمسلمين. طيب. لكن هذا تخادم موجود منذ مئات السنين بين الصهاينه والفرس وبين الأمريكان والفرس، وبالتالي الفرس لن يقدموا شيئا إلا بقتل أبناء المسلمين والعرب، وليس لديهم أي استعداد للذهاب إلى فلسطين، وهذه ما أفلتت الأيام. ونحن نتحداهم ونقول لهم إن صدقتم اذهبوا، لأنك تاب القسام دعتكم للمشاركة دعوة صريحة مباشرة بالصوت انتشرت في كافة المواقع، بل جاءت بها ونشرتها قناة الميادين اللي تابعة الميليشيات إيران، نشرت هذه الرسالة من قائد كتائب القسام، ودعا مباشرة اللي يسمون فصائل المقاومة الموجودين بالمنطقة العربية باليمن ولبنان وسوريا والعراق، دعاهم مباشرة للمشاركة. قيس الخزع اللي يطلع هسه يقول لك احنا منتظرين يدعونا نروح، شنو تفسير هذا التصريح من الخزعلي العامري اللي يقول إذا تدخلت أمريكا راح نستهدف مصالحها؟ برأيك شيخ فائز عمرهم استهدفوا المصالح الأمريكية الموجودة في العراق على الأقل؟ عفك من المنطقة. يعني أولا هم لم يستهدفوا المصالح الأمريكية على الأطلاق في العراق، وهم يسمون الأمريكان بأنه دولة محتلة للعراق أو لسوريا وكذا، فقط يقاتلون العرب والمسلمين في سوريا والعراق وغيرها. وبالتالي إذا هم صادقين ما يرسلوا هذه أجنداتهم وميليشياتهم لكي يقاتلوا، ماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون بأن يبات الشعب الفلسطيني على بكرة أبيه؟ وهذه الحجج عندما تتدخل أمريكا، شو هو الفرق بين أمريكا وإسرائيل؟ صحيح صحيح، كلام جدا مهم. اسرائيل قاعده الامريكيه، واسرائيل هي الابن المدلل الأمريكا، فعندما يتحججون بان اذا تدخلت امريكا والعام اسرائيل هي بمعداتها العسكريه وطائراتها وبارجاتها امحت كثير من المدن في غزه، المناطق في غزه، عليهم ان يتجهوا الى اسرائيل. هم مو كانوا يسمحون دائما للميليشيات كلا اسرائيل، هذه اسرائيل يلا اسرائيل هي. صحيح صحيح، هذا الميدان يلا وينكم. طيب ارجع لحضرتك بعد لحظات شيخ فائز، نسمع راي السيد محمد من الموصل، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد، استاذ العزيز، تحيه لكم والى كل عربي ومسلم شريف. حياك الله وغيور. الله، هذه الشعوب تغلي ولكن الحكام خونه، وما يقوله ضيفك الكريم هو عين الصواب. ولكن احنا من ننظر لمن؟ ننظر الميليشيات الإيرانية هي اصلا هي مجندة من قبل الغرب، هي وميليشيات اي نقول الصهاينة. نعم، منذ الازل. يعني السيد الشاوش قال لك فش حكاية، ما شفنا معركة ويا العدو الكافر إلا وكانت إيران أي نقول المجوش هم خنجر شام في خسارة العرب أو المسلمين. نعم، إن كان العرب وإن كانت الدولة العثمانية أنا
عد ما نقرأ التاريخ تاريخها أسود. نعم. فهذه الميليشيات كاذبة ليست لها صلة لا بالدين الإسلامي ولا بالجهاد الإسلامي. محمد هذا سيد محمد هذا هذا السلاح اللي يكدسوه اليوم مخازن ترسة العراق ترسة بغداد يومية تنفجر على أحد، هذا السلاح اللي يستعرضون به بالشوارع على العالم، اللي يرهبون به العالم، اللي معيشيكم برعب انتم باهل الموصل بسبب مكاتبهم الاقتصاديه وابتزازهم والانبار وصلاح الدين وديالة، على منو دي يستخدم؟ هدفه شنو؟ اذا كان هم دي يقولون احنا مقاومه، هذا السلاح لا قاوم الامريكان، هذا السلاح لا قاوم اليوم الصهاينه بذروه المعارك اللي هي اللحظه الحاسمه للمشاركه، لعد المن هذا السلاح؟ ما هي وظيفته؟ هذا السلاح استاذ العزيز السلاح هذا مجرد للعرب، دول باقي اللي تحتل من قبل ايران ولكن انا احسب على العرب الجاليات اول الشعوب العربيه لماذا لا ينتفضون على حكامهم ويطردون اقلها اقل جهاد يكون لهم هو طرد السفارات الامريكيه وكل الغرب بريطانيا وفرنسا والمانيا وامريكا نزلت معجزاته واذا يقول لي دخل على سوف يهددون يعني انتم الى متى يا عرب؟ الى متى خونا يا اخوانة العرب؟ الحكام الشعوب تغلي احنا نغلي احنا قلبا وقالبا مع فلسطين ندعي ليل نهار كل ما يعني ما بطل الدعاء لكن الدعاء وحده الله سبحانه وتعالى ما يقبل به لان احنا نشوف اطفال يعني شيوخ نساء كلها تتذبح هذا من بكرة أبيهم دي يذبحوهم هذا مو صحيح هذا إرهاب بعينه لماذا لا يقول لسفارات أبقى احتجاج ماكو مجمع الاحتجاج أبسط الأمور يا أنتوا حكام الخليج لما تآمرتوا على العراق زلتوا أسد العرب زلتوه هذا اليوم كان هو الفايد يا خونة شكرا سيد محمد من الموصل أشكر حضرتك شكرا جزيلا أكتفي وياك بهذا القدر نسمع رأي السيد رعد من صلاح الدين تفضل يا رعد السلام وعد. عليكم سيد وعد حياك الله حياكم الله تحية الجزائر الكبار إلى الشعب الفلسطيني وكل المجاهدين والشهداء الرحمة والخلود إن شاء الله الله يسلمك حياك الله يسلمك أنت جبت على العدو الإيراني الفرس بعمرهم ما ضربوا طلقة على إسرائيل يعني التاريخ يعني شو نكسبات 69 و73 والحروبات اللي سبقت يعني ما فاديهم شاركت بس فقط العرب وأكثرها العراق لولا خيانة حافظ الأسد ب73 ولا كانت القدس متحررة زين بس هذا اللي صار هسه حاليا مسلسل دفعة إيران بغزة لذلك لمقابيل فلسطين مقابيل أوكرانيا انت شوف هسه قبل يعني 4 أيام 5 أيام احد جاب اوكرانيا بالطاري حرب الروسيه والاوكرانيين ماكو كلها على فلسطين وغزه ايش قد ربحت ايران وجماعه ايران من هاي الشعارات يا سيد وعد؟ ايش ربحت هي؟ اكو يعني ربحت بس اعلام ولا هي ايران اللي حد الان دخلت دوله عربيه ما سقطت شوف ايش سوت بحال العراق حال مصر العفو سوريا لبنان اليمن بس الدمار يعني بس الدمار ما خلت يعني نفسها الدولة إذا ما صار بها دمار هي أصلا هي من الأول تكره العرب وتكره العراق خاصة العراقيين طيب. يعني كرههم العمر بن الخطاب رضي الله عنه والعراق نغو دخل حرب وياها فصار الكرههم قدنا الاتصال للأسف ويا سيد وعد أن أشكر للمشاركة خلونا مشاهدين الكرام نسمع رأي شريحة من مواطنين عراقيين في داخل العراق جئناكم بآرائهم بشأن ما يحدث في فلسطين بشأن عملية طوفان الأقصى بشأن ما هي الرسائل التي يوجهونها إلى الفلسطينيين في الداخل نسمع ونكمل احنا موقف العرب صراحة يعني كلش خجول المفروض احنا اقوى نوقف وياهم يعني ندعمهم كل شيء بس احنا يعني مع الاسف يعني موقفنا كلش صعب يعني مخجل الشعوب المفروض هي يعني تنقلب على الحكام مالتها بصراحه يعني المفروض موقف الشعب العراقي قوي يصير متوحد توحد بالتوحد الشعوب كل شيء يرهم كل شيء يعني بامكانه ان يكون يعني اقوى موقف اقوى والله الله يحفظهم ويرعاهم
ونعاتب دول العربية. زين شنو الواجب على الشعوب القيام باتجاه طوفان الأقصى؟ اي طبعا لازم يصير اسنادهم. والله ان شاء الله اذا تربى احنا يمشي تحرير القدس عندنا. نعم. اي شو تحب تقول لفلسطين؟ والله احنا قلبا وقالبا معاهم. نعم. وان شاء الله ربي ينصرهم بقوة الله. والله الواجب على الشعوب أنه أن تتجه يعني وياهم قلبا وقالبا، تدعمهم بالمال والقوة وما يملكون. والله إحنا الشعب العراقي إحنا من زمان ويا قلبا وقالبا ويا فلسطين، يعني نيتهم ندعي لهم بالنصر وندعي لهم بالقوة والصمود والثبات. نقول لهم تحية خاصة لهم، وربي ينصرهم ويعافيهم وينصرهم على من يعاديهم يا ربي، وإن شاء الله يوم الصلاة بالمسجد الأقصى جميع المسلمين والله ينصرهم. شنو اللي لازم يسوي الشعوب؟ أن يساندهم حتى لو بالكلام بالدعاء، والله يحفظهم إن شاء الله وينصرهم. فتفخر يعني احنا فخر ان من يدافعون عن يدافعون عن نفسهم، يدافعون عن جميع المسلمين. نعم. وان شاء الله ربي ينصرهم ويعافيهم جاه نبينا محمد. زين ست شو تحبين توجهي كلمه للفلسطيني بهاي الايام؟ فلسطين بقلوبنا. نعم. وان شاء الله مثل ما قلت لك الله ينصرهم ان شاء الله. الله. وان شاء الله يحقق امانيهم، يحق أماوين جميع المسلمين يا رب العالمين. والله القدس يعني هي عاصمة الإسلام، كانت قبلة الإسلام أولا، ونحن قلوبنا مع الشعب الفلسطيني يعني، ونتألم حرقة إلى هذا الشعب اللي خذل أغلب العرب يعني، للأسف كان خذلان كلش كبير وما وقفوا مع يعني الفلسطينيين إخواننا وشو. والله واني رغم هذا سني وهذه اتمنى انه ان يفتحون لنا باب التطوع ان شاء الله، وانا اكون اول جندي ان شاء الله. والله يعني الاستنكار والادانه هذه لا تنفع، ينبغي ان يكون هذا موقف حازم. مقاطعه اسرائيل وعقوبات اقتصاديه مقاطعتهم كامله يعني. والله الشعب العراقي الان غير منظم، الشعب العراقي ليس منظم يعني، آراء مختلفة ويعني أمور أنتم ما أدرى بيها يعني الشعوب العادي. شو تحب تقول للفلسطينيين بهاي الأيام؟ والله قلوبنا معكم يعني، لو يفتحون لنا باب تبرع أو أقل الإيمان أنه ننطي تبرعات أو شيء يوصلوا لهم، هذا أبسط الإيمان يعني. يا ريت يعني جهة أو جهة حكومية أو مسؤولين أو منظمة مجتمع مدني يعني أن يبادرون يدزوا لهم مساعدات، هذا أبسط شيء. مشاهدينا الكرام، نعود إكمال الحديث مع ضيفنا الشيخ فايز الشاوش، طبعا حضراتكم أيضا من خلال أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة. شيخ فائز، بعد الاحتلال ب 2003 اللي صار بالعراق، الميليشيات اللي دخلت اللي كلها تقريبا الان تنضم او تنضوي ضمن ما يعرف بالحشد الشعبي، ساهمت بقمع وقتل وتهجير الفلسطينيين اللاجئين في العراق اللي كانوا موجودين قبل 2003 في مناطق معينه في بغداد وغيرها. قتلوا وهجروا فلسطينيين، عانى الفلسطينيون في داخل العراق من بطش هذه الميليشيات، من العنصرية اللي مورست عليهم، من كثير من الانتهاكات اللي تعرضوا لها نتيجة الميليشيات التي جاءت مع الحكومات التي تشكلت بعد 2003. كيف بهذه الميليشيات التي قتلت فلسطيني العراق اللي كانت موجودة، هذه العوائل الأفراد، وهجرت كثير منهم، أنه اليوم تتحدث بلسان المقاومة، تتحدث بمفهوم مظلومية الفلسطينيين؟ يعني هو هذا لف الدوران والكذب مال الإيران والفرس، دائما يتبجحون بشيء هم عملوا من معاتي ومن خدع ومن الضحك على العقول الذج، يعني على الفلسطينيين وعلى الشعوب العربية أن تسأل الإيرانيين لماذا هجرتم الفلسطينيين واليوم تنادون بتحرير فلسطين وأجندتكم في سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي اليمن
هي فقط تقاتل العرب وتقاتل المسلمين. نعم. فإن كانت إيران بأنها تهمها شغلة فلسطين عليها أن تكفر عن سيئاتها بما بدر منها ضد الفلسطينيين، وأن تعتذر وأن ترسل ميليشياتها وأدواتها المسلحة المدججة بالسلاح، بدل أن ترسلهم إلى العرب ومقاتلة المسلمين، أن ترسلهم وتقاتل بهم الصهاينة لكي تعيد ذاكرة العرب، ولكي العرب يكونوا يقولون بأن إيران اعتذرت وإيران كفرت عن سيئاتها السابقة بإرسال هؤلاء المجاميع المقاتلة والمساعدة بتحرير الأراضي الفلسطينية. طيب. كذلك على الأنظمة العربية على الأنظمة العربية والإسلامية أن تقاطع إسرائيل الآن في هذه المرحلة ضرورية جدا، تقاطعها سياسيا وتجاريا وطرد السفراء مثل ما ذكر الأخ، وبالتالي هذا دعم قوي جدا إلى المقاتلين الأبطال. ليش ما نشوف هذه الردود أو ردود الأفعال أو الخطوات التي يجب، مثل ما تفضلت حضرتك، وهي دعوات من كثير من الشعوب العربية والمسلمين حول العالم لهذه الحكومات، لكن لا يوجد من اتخذ هذه الخطوات بقطع علاقات، بطرد سفراء، بإيقاف التعامل، بقطع التبادل التجاري. كثير من الخطوات التي تستطيع أن تتخذها الدول العربية والإسلامية كذلك، لكن لم تقم أي منها بهكذا، مجرد شجب واستنكار وإدانة، ومن الكلام اللي يعني ما يأثر على القضية ولا يغير من مسار ما يحدث. ليش ما يسببون أو يكونون هم الضاغطين على الكيان الصهيوني حتى يوقف القصف، حتى يكون هناك حل جذري لمشكلة الاحتلال الموجود في فلسطين؟ يعني ما شفنا أي رد فعل حقيقي، شنو السبب برأيك؟ يعني دائما نقول ونتابع ما حصل في جميع السنوات الماضية بأن الثورة هي للشعوب والحرية للشعوب والكرامة للشعوب. أما الأنظمة تحكم فترة وتزول. يعني الأنظمة زائلة أما الشعوب بالأجيال باقية. فلذلك نقول على الشعوب أن تحاكم هي حكامها، أن تضغط على حكامها الخانعين بعدم طرد السفارات وعدم مقاطعة إسرائيل وأمريكا تجاريا وصناعيا وسياسيا، وبالتالي عندما تثور الشعوب على حكامها وعلى أنظمتها فبكل تأكيد الأنظمة تكون صاغرة إلى مطالبات الشعوب. لكن هذه الشعوب لم تخرج بالعشرات أو بالمئات، لكن على كل شعب يخرج على بكرة أبيه ضد الأنظمة الخانعة وضد الأنظمة التي لا تطبق ما يريده الشعب الفلسطيني وثوار غزة من مقاطعة إسرائيل سياسيا وتجاريا. وهذه الضربة القاضية تعتبر للأنظمة العربية والضربة القاضية لمساندة المقاتلين في غزة وفي كل أرجاء فلسطين. أشكرك شكرا جزيلا الشيخ فائز الشاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية، كنت معنا عبر الهاتف. نسمع رأي السيد علي من كركوك، تفضل يا علي حياك الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحم الله والديك. كل الهلا يا علي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يخليك، رحمة على والديك. احنا هاي الأخبار والله ملينا من عدها، حتى صار بينا مرض من 48، من 1948 إلى هسه، ما قضية فلسطين والدول العربية، مؤتمرات القمة، مؤتمر دول إسلامية، مؤتمرات عدم الانحياز، يعني هاي كلها متحل مشكلة واحدة من مشكلة فلسطين. طيب. الله يخليك، يعني أنت تحسب دول عربية، يعني هي يعني الدول يعني بيها غير، أنت لا تحسب النظام، الأنظمة ساقطة وفاشلة، خلقية وفاشلة. أنت تجعل الشعوب لا حول ولا قوة بيدها الأنظمة الفاشلة. هسه خواني بالعراق، أنت تدري هسه كم قد طلعت مظاهرات بالعراق، وشلون قمعوها وشلون حرقوها وشلون دمروها وشلون قتلوها وشتتوها بالآلاف. نعم. يعني طيب، لعد شنو اللي المفروض الإنسان يقوم به، الإنسان العربي المسلم تجاه هكذا قضية؟ حبيبي الله يخليك، اترك العرب كله، اترك العرب على صفحة، عرب فاشل، عرب
فاشل. اذا ارجع اقول على الاسلام احكي على الدين الاسلامي، لا ما اريد اتجاوز، بس على العرب، على العرب كانظمه فاشله، كلغه فاشله، مو بس انظمه فاشله، كلغه فاشله. لو ما فاشله كان شوي يعني تقعد الغيره عندها. يعني هسه يوم صار هاي اسبوع دبا على قضيه فلسطين، من العرب حرك روحه؟ شوف سيد علي، كشعوب سيد علي باوة، كشعوب متعاطفة. بس اسمح لي وانا من 73 شارك فلسطين هناك. طيب. سوريا من 73 رايح، من 76 رايح، انا عسكري قديم شديد. نعم سيد علي، ما نقدر ننتقد الشعوب ونتهم هذه الاتهامات. الله يخليك اروح لك بدو اعطيني مجال، تفضل. اترك العرب يعني خلي من يمه فلسطين، من يمه يعني يعلن مصالحه ويا اسرائيل، مثل ما صارت وقت محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما صارت وقت الائمه طلوع أهين العرب إهانة أطالع. يعني أنت بس سؤال أنت مقتنع؟ نعم. بس لحظة أنا حيل صاعد عندي، تفضل قول. اسمح لي، أنت حضرتك تريد الفلسطينيين يتصالحون ويا الكيان الصهيوني؟ أتصالح وأهين العرب. يعني شنو أهين العرب؟ بس لحظة، يعني شنو أهين العرب من أتصالح وياه؟ يعني شهين بالعرب؟ خلاص، هو الفلسطيني اليوم سيد علي الفلسطيني اليوم يقول لك طالما أنا متروك لحالي، طالما أنا تركت من الأنظمة العربية وأهملت بهذه الطريقة، أسترد حقي وأدافع عنه بقوة بذراعي وبقوة سلاحي. هو هذا المبدأ. يعني انت اليوم تعبت. بس لحظة اسمح لي، انت اليوم عندك بيت، اجاء حرامي لص عنده سلاح هو وشوية عصابة وياه، واخذوا ثلاثة ارباع بيتك، عفوا لك غرفة صغيرة، راح تتصالح وياه يا سيد علي؟ تقول له تمام بالعافية عليك باقي البيت؟ الله يخليك. أنا قبل شوية كنت أبو على الإنترنت نفس هذا حدثك بالبيت. تمام علي، أنا أشكرك شكرا جزيلا. هذه الأفكار الانهزامية، مع احترامي الشديد لحضرتك، هذه الأفكار الانهزامية، هذه الأفكار الانبطاحية، ما راح تخلي العرب ينهانون بهذه الطريقة. نقصد حكومات اليوم إذا تصالحوا، طبعا على فكرة أغلب الفلسطينيين لا يرضون على ما تقوم به حكومة محمود عباس، وينتقدوها انتقاد شديد، وهم غاضبون مما تقوم به هذه الحكومة، بل كثير منهم لا يعتبر أن هذه الحكومة تمثل الفلسطينيين، حتى نكون واضحين، هذه مجرد أداة من الأدوات اللي موجودة ضمن المنطقة العربية. تمام، لا يوجد شيء اسمه صلح مع دولة احتلال. دولة احتلت أرضك تخرج، وبعد ذلك نتعامل بوفق مبادئ معينة، لكن مو بهذه الطريقة. خلونا نشوف فيما تبقى من وقت مشاهدينا الكرام آراء مواطنين من داخل العراق ثم نعود. والله فلسطين عربية، الله ينصرهم والله يحفظهم، وإحنا قلبا وقالبا وياهم، مساعدتهم وتحرير الأقصى، مساعدتهم الفلسطينية وتحرير الأقصى. زين أستاذ، شو يستحسن الشعب العراقي من هذه الانتفاضة في فلسطين؟ زيادة الشعور القومي عندنا. زين أستاذ، شو تحب توجه كلمة للفلسطينيين في هالأيام؟ والله إحنا وياهم قلبا وقالبا. شو تحب تقول لهم؟ وإن شاء الله الله ينصرهم ويحفظهم، وتحية القدس إن شاء الله قريب. وأن ينصركم الله لا غلب لكم، وبالتأكيد أنه هذا ليس رأي وحدي كمواطن عراقي، وإنما أعتقد أنه رأي الغالبية من أبناء الشعب العراقي، وموقف العراق وموقف واضح تجاه القضية الفلسطينية، لأن القضية الفلسطينية لم تعد قضية الفلسطيني وحدهم، ولا حتى قضية العرب، ولا حتى قضية الإسلام كما يقال، وإنما قضية العالم والإنساني جمعاء. وبالتالي يوم نلاحظ أن هناك تعاطف عربي ودولي مع القضية الفلسطينية، ولكن أن أعتبي على كثير من الحكومات التي لديها علاقات مع الكيان الإسرائيلي أنه اليوم يكون لهم موقف في التصدي لهذه العلاقات، وبالتالي أنه
تجهيز او منح الفلسطينيين الامدادات الماليه والعسكريه والغذائيه والدوائيه، لانه اليوم بامس الحاجه الى مد يد العون اليهم في مواجهه هذا الغزو الهمجي من قبل الاحتلال الاسرائيلي. حقيقه اليوم نلاحظ انه كل يعني هي خجوله للاسف الشديد، احنا تجاوزنا مرحله الاستنكار والتنديد والاستنكار، اليوم يجب ان يكون هناك موقف على الارض على الاقل. نعم في العراق خرجت مظاهرات تأييد وشجب واستنكار وتأييد للقضية الفلسطينية، ولكن هذه لا تكفي، اليوم الحكومات عليها موقف أكبر في يعني مد يد العون إلى ما يعانوه يعني المقاومين الأبطال في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وبالتالي إيقاف هذا العدوان الهمجي من قبل إسرائيل على الشعب الفلسطيني. العراق أقولها بصريح العبارة، يعني منذ وجود الدولة العراقية ولحد الآن هم مع القضية الفلسطينية، وأعتقد أنه حتى الدول العربية المساهمة في الجامعة العربية لديها مبلغ، يعني كل دولة تدفع إلى فلسطين يعني حصتها السنوية، وبالتالي هنالك يعني موقف نعم من كل الدول العربية، ولكن هذا اليوم الموقف أنه يجب أن يعضد ب يعني إجراءات أخرى، لأنه حجم الكارثة كبير، وخاصة على المدنيين الأبرياء، يجب إيقاف هذا العدوان الهمجي على الأقل على المدنيين، ويعني إمدادهم بما يمكن لمقاومة ظروف العيش الصعبة في هذه المحنة اليوم. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج منبر رافدين، شكرا جزيلا لحضراتكم لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.